لو الحكاية فيها إن فيدي مبروك النهارده حفله مهمه جدا من حفلات الاوبرا. الف مبروك، تقول لنا ايه عنها النهارده؟ مبسوطه جدا بيها طبعا، وعلى من الاماكن اللي انا بحب ازورها بشكل عام يعني بره الحفلات وكده، فحاجه تبسطني جدا ان انا اغني فيها. مهرجان الموسيقى لدار الاوبرا المصريه من اهم واعرق المهرجانات الموجوده عربيا دلوقتي، اشتراكك فيه بيمثلك ايه يا كارمن؟ مبسوطه بيه جدا طبعا، حاجه تشرفني حاجة أنا أتبسط بيها جدا. الناس اللي إدارة المهرجان تنتسقاتها في أن هي تترشح لي حاجة زي كده، حاجة جميلة جدا. هتقدم لنا إيه النهاردة؟ يعني أغاني، شوية أغاني قديمة وأغاني من الألبوم بتاعي. في جديد الفترة الجاية؟ إن شاء الله في سنجل إن شاء الله نورتي. بالنسبة للألبوم طيب، بالنسبة للألبوم يلا بس في